صباح الخير سيف، وصباح الخير أيضا مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الجميل والمشرق على هذا الوطن الغالي. من محافظة الظاهرة نبعث لكم التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد. طبعا تنمية شاملة شهدتها محافظات سلطنة عمان شاملة في عهد النهضة المتجددة، ومحافظة الظاهرة إحدى هذه المحافظات التي شهدت إنجازات ومشاريع تحققت خلال الأربع سنوات الماضية. معي ضيفي الفاضل ناصر بن علي الهنائي، مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في محافظة الظاهرة. صباح الخير الأخ ناصر. صباح النور أخ سالم. بداية يسرنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان، ونسأل الله العلي القدير أن يمده بالعمر المديد والصحة والعافية، وأن تكون نهضة متجددة في سلطنة عمان بإذن الله. نعم الأخ ناصر، رؤية عمان 2040 تعتبر خارطة طريق لمستقبل هذا البلد العزيز. رؤية المحافظة ومحافظة الظاهرة نتحدث عن أبرز المشاريع الخدمية والتنموية والحوكمة واللامركزية في المحافظة. أولوية رؤية عمان 2040 تتكون من 4 محاور رئيسية و12 أولوية، ومن ضمن أولويات الرؤية أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتعني هذه الأولوية بتفعيل اللامركزية في المحافظات. والمحافظة تتكون من عدة جهات، في جهات مختصة في المحافظة، ويعني تم إعداد بطاقة مستهدفات رؤية عمان 2040 بالتشارك مع جميع الجهات المختصة في المحافظة وبالتشارك، وإن شاء الله سيتم حوكمة هذه المستهدفات والبرامج والمشاريع في المحافظة فيما بعد، لكي تحقق الأهداف المرجوة ولتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. الأخ ناصر، هناك مشاريع جاري تنفيذها ويجري تنفيذها في محافظة الظاهرة، لو تطلع المشاهد الكريم بأبرز المشاريع الجاري تنفيذها هنا في المحافظة. مشروع تطوير المنطقة التجارية في ولاية ضنك، وكذلك ازدواجية طريق مركز المدينة في الولاية، وكذلك مشروع المنجم في ولاية ينقل، منجم النحاس، والذي سيعود به نفعا في القيمة المضافة الاقتصادية في المحافظة، وسيوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وكذلك تنشيط الحركة الاقتصادية في الصناعية وفي باقي يعني الصناعيات الأخرى إن شاء الله. أيضا أهم المشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية العاشرة وأبرز خطط المحافظة لتطوير المواقع السياحية في محافظة الظاهرة. أبرز المشاريع هي ثلاث، سوف تنشأ إن شاء الله ثلاث إطلالات على في جميع الولايات، في ولاية عبري وولاية ضنك وولاية ينقل، وهذه الإطلالات عبارة عن مكان ترفيهي ومكان به منتزهات، وسيكون فيه مكان لتخصيص للأسر المنتجة ومطاعم ومقاهي، وكذلك سيكون فيه مواقف وشرفة للمطلة على الولايات، وإن شاء الله ستحقق وسيكون مكان سياحي يرفد الكثير من السياح ومن خارج المحافظة ومن خارج السلطنة أيضا كذلك،
وبعض المشاريع التي سوف تكون حديقة عبر العامة، وهي كذلك مكان للسياحة يعني يجذب السياح، وكذلك طرق 100 كيلومتر في المحافظة على مختلف الولايات في المحافظة، وكذلك طريق الربع الخالي المرحلة الأولى الذي ستنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الأولى، وهو من طريق تنعم إلى من دوار الوالي وكذلك إلى أن يصل إلى تنعم، وإن شاء الله سيكون هناك تجميل المنطقة هذه الممتدة على طول الطريق بإذن الله إن شاء الله. سؤال أخير الأخ ناصر، الجانب الاقتصادي طبعا يلعب دور كبير في تنمية المحافظات، معنا في محافظة الظاهرة مدينة عبري الصناعية، نتحدث يعني عنها وإلى أين وصلت الإنشاءات فيها؟ مدينة عبري الصناعية هي مدينة اقتصادية متكاملة ذات بنية أساسية متكاملة من كهرباء وطرق ومياه وجميع ما هو مطلوب للتكامل الصناعي، وإن شاء الله ستكون هذه المنطقة واعدة بإذن الله، وستوفر فرص عمل للمواطنين، وكذلك تنشط التجارة وستنشط الصناعة في هذه المحافظة، ونأمل إن شاء الله أن وهي الآن بها عدة مصانع فعالة ومشتغلة منذ سنة تقريبا، وجار فيها العمل على جذب المستثمرين ورواد الأعمال وكذلك من خارج السلطنة، وإن شاء الله ستكون هذه منطقة متكاملة بها العديد من المصانع في مختلف القطاعات الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، وكذلك من القطاعات في القطاع اللوجستي وكذلك التعدين وقطاع النفط، وهذا هي المنطقة الصناعية إن شاء الله. إذن الأخ ناصر بن علي الهنائي مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 20، شكرا جزيلا لك. إذن سيف، كانت هذه أبرز المشاريع التنموية هنا في محافظة الظاهرة، وفي هذا اليوم يتجدد العزم. نعم، إذن هي نهضة متجددة واثقة الخطى واضحة الرؤى بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة ورؤية سديدة تمضي قدما نحو الأمام مشاهدينا الكرام، لأجل دون كلل أو ملل، من أجل مستقبل أكثر إشراقا لعمان. شكرا للزميل سالم بن هلال الشعيلي، كنت معنا من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وشكرا كذلك أيضا لضيفك الكريم وحديث حول نهضة عمان المتجددة رؤية لمستقبل عمان. فاصل ونواصل أيها الكرام، خلوكم معنا.